الحقيقة انتصف أو بدأ الشهر ينتصف، ومن الأسئلة التي نطرحها في مستهل هذا اللقاء الشيخ صالح، في رمضان يحرص المسلم على فعل الخيرات والتقرب إلى الله بأنواع العبادات والتزود من العمل الصالح. من العمل الصالح الشيخ صالح بر الوالدين، إدخال السرور عليهم. بعض الأبناء والبنات هداهم الله يا شيخ يقصرون في هذا المجال، لا يفطرون مع والديهم، تجدهم لوحدهم، تمر الشهر ولا يقومون بزيارة للوالدين. استفتاح اللقاء بهذا الموضوع شيخ حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهو يذكر حق الوالدين بعد حقه مباشرة، مما يدل على أكدية حق الوالدين، وهو البر بهما والإحسان إليهما بالقول وبالفعل. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما. لا تقل لهما أف، وهي كلمة تضجر، فلا تظهر التضجر منهما. ولا تنهرهما، ترفع صوتك عليهما، بل تخفض صوتك عندهما إجلالا لهما احتراما لهما، ما يدل على أهمية حق الوالدين. لماذا؟ ردا لمعروفهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهما ربياك صغيرا وأحسنا إليك في وقت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فأحسن إليهما إذا آل بهما الأمر إلى مثل حالتك من الضعف، واذكر فعلهما معك، فعلهما الجميل معك، الله أكبر، فأحسن فعلك معهما. هذا مما وصى الله جل وعلا به وأكد عليه، الله أكبر، وأمر به وكرره في كتابه الكريم، مما يدل على أهمية هذا الأمر. ومن الإحسان إليهما الجلوس إليهما، تأنيسهما والسلام عليهما والسؤال عن أحوالهما وتلمس حاجاتهما لقضائها، كل ذلك بعض ما يجب عليك نحوهما. فهما أعظم المحسنين إليك من الخلق، هما أعظم المحسنين إليك بعد من الخلق، فلذلك صار حقهما آكد حقوق المخلوقين عليك. فعليك أن تتذكر هذا، أن تبر بهما وتحسن إليهما بالقول وبالفعل، وحتى في التلطف في الكلام معهما. حتى إن بعض السلف لا يحدق النظر في والديه، الله أكبر،
ولا يرفع بصره إليهما. من عملا بقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فمن ما يؤنسهما ما جاء في السؤال أن الإنسان يحضر طعام الإفطار معهما، لأن هذا وقت فاضل ووقت إجابة الدعاء ووقت قد يحتاجان أو يحتاج الموجود منهما إلى الخدمة فيه، فاحرص على ذلك واحرص على أن تحضر الإفطار معهما إذا كنت قريبا منهما، لتقر أعينهما بك ولتنال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فإن الجزاء من جنس العمل، إذا بررت بهما يسر الله لك ذرية تبر بك، وإذا عققتهما سلط الله ذريتك عليك فعقتك، فعليك أن تراعي هذا مع ما عند الله من الثواب والعقاب في حق من أحسن أو أساء إلى والديه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. جزاكم الله خير على هذا الاستهلال.